مسؤولية رئيس الجمهورية. تتقدم الآن 5 طائرات للقوة الجزائرية تحمل على وهذا اليوم العظيم في حياة شعبنا. بعد أن قال كلمته بكامل إرادته، اختار السيد الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية في انتخابات حرة نزيهة، متمنيا لسيادته التوفيق في مهامه في حكم البلاد. اليوم نرى ويشهد الشعب المصري والعالم العربي والإسلامي والعالم كله يشهدون نموذجا فريدا لم يروه من قبل، كيف تنتقل السلطة من القوات المسلحة المصرية طبقا لإرادة الشعب المصري إلى سلطة مدنية منتخبة.